من ايضا ما زالوا اشخاص حولنا، سواء جمهور او انهم اب ام صديق اي شيء، اشخاص ما زالوا الوسائل الاعلاميه من انفسنا. من هو التاثير ياتي على النفس على الشخص، مين يعني انه اشخاص حولنا يأثرون او ممكن انا اثر على خلوه بس هنا معلش قاعد ايش نتيجه النتيجه. حلو بسام تفضل. اقول انا ممكن احيانا ناثر على نفسي، بيني وبين نفسي اجلس مع نفسي اثر على نفسي. ما شاء الله عليك قدره خارقه تكلم اثنين في وقت واحد. عبد الله بن دفنه سم الظروف الظروف والاحداث. طيب ايضا يقولون التاثير اللي قاعدين نتكلم عنه في الاعلام وسائل الاعلام، انا قاعد ابغى اجيبها الحين بطريقه اخرى اللي هي وسائل الاعلام. وسائل الاعلام يا اخي هنا في مجموعه لاعبين الله يجزاهم بالخير. استاذ ماجد والله صحيح ترى بعضها اقسم بالله اني اعرف اشخاص يوقف قدام المرايه ويتكلم عن مع نفسه. لا والله انت المبدع في نصف الجبهات ما هو بحنا اليوم. اسمع الرجال الكاميرا يا مخرج على عمر الملحم وعلى الاستاذ سعيد الحارثي هم اللي قاعدين يضحكوني. طيب حصل موقف معين فالله يجزاهم بالخير قاعدين. طيب خلونا معلش بس ارجع اقول التاثير اذا من اشخاص او من وسائل اعلاميه. والله ما بقدر اكمل انا. بالله الكاميرا على الاستاذ سعيد لا تفارقوا. تفضل يقول لك قاعده اعلاميه اذا كنت مت من الضحك وانت على المسرح انظر اصابعك هنا اليسار لا الاصبع الصغير انظر الى الاظفر واجعله تحت لا تخلي فوق كذا تحت وانظر اليه غالبا 90% سوف يتوقف الضحك. اضحك مره فرط من الضحك تبغى توقف كيف امسك نفسي اصبعك تحت وطالع في هذا الاصبع الصغير في الاظفر غالبا تسكت خلاص يتوقف الضحك بس طالع في اظفارك الاظفر اللي هنا انتهينا. توضيح بسيط. طيب خليني ارجع مره ثانيه بس في توضيح عشان ليش اضحك حن. انا طبعا تعجبني ذباتك يا استاذ ماجد يعني اذا سالت بسام تبي يركز انت تبي تحرجه ترى قاعد يكلم شخص اخر ايضا ايه فجاوبك وهو يتكلم قلت ما شاء الله عليك تتكلم تتكلم تفهم يعني فعجبتني الذبه هذه فتفضل. اذا هو ضحكوا على اني قاعد اقول بسام عندك قدره خارقه انك قاعد تكلمني وتكلم شخص اخر في ان واحد انا عندي العاب عجبته هذه الذبه على قوله اشوفه واحد اثنين بس بسام ترى صدر واسع امس جالس بجواري وتحدثنا انا عندي العين شوي زايغه واشوف نفسي اثنين واتكلم مع نفسي. لا لا ما شاء الله عليك الله يوفقك على مهاراتك الخارقه. انا ما زلت اقول مره ثانيه مهارات خارقه.